الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء بيقول إن الاعتداء على مستشفى المطرية ده أمر جنائي، لكن في نية للتصالح، يعني مفيش نية للتصالح في أمر جنائي، هم الناس عاوزين إجراءات قانونية. لكن هم أعلنوا إنه قبول اعتذار وزارة الداخلية، لكن قبوله على المستوى الأدبي فقط. وطاهر بيقول في التصريحات اللي قالها لجريدة الوفد إنه إحالة أمناء الشرطة المتهمين إلى المحاكمة ده أول حاجة لازم تحصل، لأن النقابة لن تقبل بغير ذلك، وإنه محامي النقابة قدم بلاغ للنائب العام تم إحالته لمحكمة شرق القاهرة بجانب تكليف المستشار القانوني للنقابة. حد هيقول لي النقابة بتضيقها ليه؟ النقابة بتخنقها ليه؟ لأ، ده مش تضييق ولا خناق، ده حق. في طبيب كان بيمارس عمله باحترام، في أمن شرطة داس فوق دماغه بالجزمة، فحقه يتصالح ما يتصالحش ده حقه هو الشخصي، هو من تعرض للإهانة وهو من يقرر، مش عشان خاطر ما نزعلش أمن شرطة اسم الله عليه، عشان الناس عمالة بتزايد على الأطباء بشكل غير عادي الحقيقة يا جماعة، بشكل غير عادي. كمان الاجتماع بتاع النهاردة اللي اتعمل فيه البرلمان فشل في أن يهدي الأجواء ما بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية. الاجتماع حضروا النواب الاطباء وممثلي النقابه وممثلي الداخليه، حصل فيه خلافات وانسحابات، وكان فيه برضه من النواب مزايده غير عاديه على نقابه الاطباء، يعني هو عاوز الطبيب يجي على نفسه ويفتح المستشفى عادي جدا ويتصالح، ده ما تخلي الداخليه تيجي على نفسها عادي جدا وتحط امين شرطه في السجن، سهله. لكن قال لك ان كان فيه اصرار من ممثلي نقابه الاطباء على عدم اعاده فتح مستشفى المطريه قبل احاله افراد الشرطه المعتدين على الاطباء. ويقولوا بقى للاطباء ايه؟ انتوا مش عاوزين تفتحوا المستشفيات عشان المرضى؟ طيب انت مش عاوز تحط امين الشرطه عشان المستشفى يتفتح عشان المرضى؟ الغريب يا جماعه في الكلام اللي نشره موقع مصراوي النهارده ان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان هو اللي رد على رفض الاطباء اتصالح، قال لهم انتوا احرار في عدم فتح المستشفى، لكن تحملوا تبعات ما سيحدث للمرضى الذين لم يستطيعوا العلاج. يا راجل طب ما الداخليه، طب ما تقول بتوع الداخليه، ما تقول لنفسك سياده النائب، سياده النائب انت وكيل مجلس النواب، قول انه مستشفى لا يتوفر لها اي حمايه. يعني انت اللي قلت ربنا لا تدرك قلوبنا بعد اذ هديتنا، انت قلتها غلط صحيح يعني، بس اعمل بيها. كمان انسحب 4 نواب من الاجتماع احتجاجا على ما وصفوه ان في تعنت من ممثلي نقابه الاطباء، يعني خلاص فكره الحق ومطالبه انه المحضر يمشي وان الطبيب اللي اهين ترد ليه كرامته بقت تعنت. النائب ايهاب عبد العظيم واحد من اللي انسحبوا من الاجتماع قال المسؤول الداخليه اثناء الاجتماع قدم له اعتذار لوفد الاطباء عن الواقع، لكن ممثلي النقابه تمسكوا برفض اعاده فتح المستشفى لانهم يا جماعه عاوزين تحقيق جنائي، عاوزين يمشوا القانون. يعني سياده النائب ايهاب حضرتك لو ضربت في الشارع، انا اسف يعني انا اسف، من امين شرطه او غيره، لو ضربت في الشارع وتوقف في وراسك كذا وتعمل كذا هتقبل بالاعتذار ولا تروح تاخد حقك قانونا؟ وبعدين يرجع يقول النائب ايهاب عظيم يقول لك ايه؟ احنا مش عارفين هم عايزين ايه الحقيقه، قدمنا كل الاعتذارات ومسؤولي الداخليه وعدوا بالمطالب باستعجال تحيات النائب العام في الواقعه، ودخل بقى سياده النائب بالبق المعتاد، عارف البق المعتاد ايه؟ هناك اطباء يعملون باجندات خارجيه ولا يعلمون ويعملون من اجل مصلحه الوطن، وليه ما اعتبرش ان امين الشرطه اللي ضرب دكتور وبيشتغل شغله هو اللي معاه اجنده وعاوز يعمل مشكله؟ ليه ما اعتبرهاش كده؟ طيب تعالوا بقى نروح ليه لقطه كشفتها جريده البوابه النهارده غريبه جدا، سابقه الاولى من نوعها على عهده جريده البوابه، انا ما اعرفش. قالت لك انه النهارده احمد ابن النائب سليمان وهدان وكيل المجلس حضر الجلسه المغلقه اللي كانت ما بين ممثلي وزاره الداخليه وممثلي نقابه الاطباء، وقالت البوابه ان الناس اللي كانت حاضره الاجتماع كانت مش عارفه ايه الحيثيه او السبب اللي ابن الوكيل البرلمان حضر بيها، لا هو نائب ولا هو ممثل للداخليه ولا هو ممثل للاطباء، كان جاي يتفرج طبعا. تعالوا بقى نروح لتصريح لطيف جدا اتنشر النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه وزير التربيه والتعليم الدكتور الهلال الشربيني قال لهم، قال لك ان مركز تطوير المناهج التابع للوزاره بيبذل جهود كبيره الا ان العاملين فيه لا يستطيعون بمفردهم تطوير المناهج. طيب حلو ماشي. الوزير بقى رجع قال لك ايه؟ قال لك لدينا علماء بالجامعات يستطيعون تطوير مناهج العالم كله وليس مناهج مصر فقط. ده بطورها، ده بطورها، ده بطورها معالي الوزير، طورها ربنا يخليك يا رب، طورها، بلاش النفخه الكدابه دي، بلاش النفخه الكدابه دي، طورها. مهم
اه انا من يومين كنت كاتب مقال في جريدة الوطن عن الحدوته بتاعت الدكتوره هاني سويلم، وان ازاي الدكتور هاني سويلم كان عنده مشروع تطوير التعليم وبيشتغل فيه تبع اليونسكو، وكنت بيشتغل فيه مش عارف ايه، وكان كل ما يروح لوزير يشرب معاه قهوه ويمشي لحد ما شرب 6 فنجان قهوه. فلما كتبت المقال ده وزير التعليم الحالي الدكتور هلال الشربيني خد الموضوع على نفسه، فبعت رد مطول جدا يقول لك ولم يصل للوزاره اي مشروعات خاصه بالدكتور هلال الشربيني مش عارف ايه. انا مش ذنبي يا فندم ان حضرتك لما جيت ابتديت كأن الوزاره اتبنت من اول ما انت جيت، لان الوزير اللي قبلك ولحد ما انت جيت بشويه كان في مشروع الدكتور هاني سويلم بيتم تطبيقه في مدرسه في الوراق وانت ما تعرفش. مش ذنبي. يقول لك ولم نعلم اي شيء عن هذا الامر، لم نعلم اي شيء عن هذا الامر. بص في ملفات الوزاره، ما الوزاره ما بداتش تاريخها من اول ما حضرتك مسكتها. تعالوا بقى نروح ل خبر من الاخبار اللي تطمنك ان في ناس صاحيه ومركزه جدا على مكافحه الفساد. النهارده مباحث مكافحه جرائم الاموال العامه بالجيزه كشفت النهارده عن تقاضي مدير الشؤون القانونيه بهيئه الاوقاف رشوه 3 مليون جنيه مقابل استبدال عقد ايجار قطعه ارض تابعة للهيئه لعقد التمليك. الافيه الجامد هنا مش كل الكلام، سيبك من كل الكلام فارغ ده. الافيه انه هذا الرجل التحريات اثبتت اللي هو ايه، بكلمك عن مين؟ مدير الشؤون القانونيه بهيئه الاوقاف. التحريات اثبتت ان هذا الرجل سبق وتم اتهامه في قضيه نصب وشيكات بدون رصيد، وانه قام اتفق مع احد مواطنين تغيير عقد قطعه ارض تابعة لهيئه الاوقاف من ايجار لتمليك عشان ياخد 3 مليون جنيه. يبقى الافيه هنا فينا يا جماعه، الافيه مش في القفض ولا في القضيه، الافيه انه ازاي شخص متهم قبل كده، متهم قبل كده في قضايا رشوه ونصب وشيكات بدون رصيد يبقى مدير شؤون قانونيه في هيئه الاوقاف. ما طبيعي جدا اذا كان حاول يهرب الصبح ما عرفش فيهرب بالليل عادي جدا. تعالوا بقى نختم كده الاخبار دي قبل ما نروح للصحافه الاجنبيه بتقول ايه، ونشوف فيديو غريب وعجيب نشرته اليوم السابع. احنا كلنا واخدين على ان الطلاب بيهربوا من فوق السور، لكن الجديد ان المدرسين في مدرسه احمد عرابي الاعداديه في الزقازيق هم اللي كانوا بيهربوا من فوق السور. الفيديو فيه المدرسين وهم بيتسلقوا الاسوار وبيهربوا خارج المدرسة اللي كانت قفلت أبوابها وقت تصحيح الامتحانات. نشوف الفيديو ونرجع تاني. هو ده الفيديو الغريب العجيب اللي احنا تعودنا قبل كده وقلت لحضراتكم تشوفوا الطلبة هم اللي بيهربوا، وادي كل مدرس هو عمال بيبص للتاني وراه وبيزوغوا تقريبا. الراجل الفراش بتاع المدرسه خد المفتاح ومشي او حاجه زي كده. ودول مين يمسكهم بقى بالظبط، الطلبه ولا اولياء الامور ولا مين بالظبط؟ ومنظر حقيقه منظر مهين الحقيقه جدا، انك تلاقي قوم المعلم وفي التبجيله كاد المعلم ان يتسلق الصوره. يلا تعالوا بقى نروح نشوف الصحافه الاجنبيه النهارده، لان فيها الصحافه العربيه الاول محور الكلام فيها ومباحثات جنيف وكل ما يتعلق بها. يعني اهم العناوين المتعلقه بفشل جنيف 3 انه الجيش السوري واصل هجومه على حلب وسط تعثر وحادثات السلام، وان الحكومه السوريه تؤكد على انه من المبكر جدا الحديث عن مفاوضات غير مباشره، وامريكا بتحث روسيا على احترام وقف اطلاق النار خلال محادثات سوريا، ودي مستورة يؤكد على سعيه الدائم لإنجاح جنيف 3 رغم فشلها عمليا وعلميا. وجريدة الأخبار اللبنانية وتحت عنوان وفد الرياض لا يلتقي دي مستورة ودمشق تتحدث عن مرحلة تحضيرية، وكأن الأزمة السورية تم اختزالها في وفد الرياض، أي المعارضة السورية التي شاركت في الرياض والمعارضة التي دعت إليها روسيا. فكل ده اللي كان موجود في الأخبار اللبنانية. تعالوا بقى نروح ل الصحافة الأجنبية، والنهاردة في قصة غريبة جدا عشان تعرف الناس لما بتشتغل عشان تبني اللي عاوزاه بتعمل ايه. اليهود النهاردة في نيوز ويك في قصة كتبها المراسل المخضرم المقيم في لندن جاك مور، ما ينفعش ان احنا لازم نتأمل ونقف قدامها. اولا القصة موضوعها هو اضطهاد اليهود في فرنسا او اضطرار يهود فرنسا لمغادرة البلاد متجهين الى العيش في بريطانيا عشان يبعدوا عن تهديدات داعش والجماعات الارهابيه المتطرفه. ليه محتاجين نقف قدام القصه دي؟ لانها من وقت للتاني، واحنا من وقت للتاني كنا بنلاحظ معاكم في الصحافه الدوليه ان في اصرار من قبل بعض المؤسسات والصحف على اعاده انتاج الماساه اليهوديه.
وتصوير اليهود كأنهم أضعف كائنات على وجه الأرض، وإن هم أكتر ناس مظلومين وأكتر ناس مضطهدين وأكتر ناس خايفين وأكتر ناس مرهفين الحس، وإن الجميع في العالم كله مخطئ في حقهم. واللي بيروج لده الحقيقة طول الوقت مجموعة من الصحف والصحفيين، مش هنتكلم عن ميولهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، إحنا هنحلل المحتوى اللي موجود ما بين إيدينا بصورة دورية تقريبا على مدار السنتين اللي فاتوا من تقديم البرنامج ده. كل شوية بيطلع لنا تقرير بهذا الشكل بهذا المحتوى، مش عاوزين نقفز ونروح لاستنتاجات ولا بنحاول نفرض قناعاتنا على حضرتك، لكن بنقول لك ايه اللي بيحصل. بس المراسل جاك مور كتب عن اسره يهوديه عايشه في فرنسا، بيقول ان هذه الاسره بقت خلاص مش قادره تعيش فيها، مش قادره تعيش في فرنسا، لانها حاسه ان هي مستهدفه، وانه تم تمييز انتماء افرادها للديانه اليهوديه سواء بسبب نجم داوود او ملابس او طقوس شكليه بتميز اليهود عن غيرهم. جاك مور بيقول ان الام خايفه تودي ولادها للمدرسه اليهوديه بعد هجوم متطرفين على مطعم كوشير من اللي كان بيقدموا الاكل اليهودي، وبعد مقتل 4 من اليهود في الحادث ده. خلي بالك هو ركز على ان المطعم كان يهودي وان مات 4، رغم ان الحادثه كان مات فيها ناس من هنا وناس من هنا ومسيحيين، لكن هو عاوز يركز حته بتاعت اليهود بس. يعني عاوز يستعرض القصه من زاويته اليهوديه، زاويه الام اليهوديه. التقرير بيتقلب مره واحده لحكي كئيب وتوثيق غريب لمخاوف وهواجس هذه الام على اطفالها وزوجها، ثم ازاي العيلة قررت تهاجر لندن، ثم اجراء حوارات مع حاخامات بيقرروا ان هم ينظموا صلوات بالفرنسية علشان اليهود الفرنسيين الهاربين من جحيم باريس الى ملجأهم الاخير في لندن. عاوز تعرف الكذبة دي اوفر ليه؟ ما لندن برضو فيها مسلمين ومتطرفين ولاجئين كتير قوي، ولندن برضو بيحصل فيها عمليات ارهابية. المهم هو سرد تصريحات لمسؤولين فرنسيين حاسين بالذنب وبيتعهدوا بالحفاظ على المجتمع اليهودي من اي اجتماع او اي اضطراب، ثم نشر كلام تاني على لسان واحد من الحاخامات اليهود بيوصف اللي بيحصل ده في فرنسا بان خروج لليهود او اكسودس زي ما بيقولوا، شبه الخروج اللي حصل ايام سيدنا موسى. طب ليه بنقول ان ده بيتكرر وان دي وتيره وشكل كتابه بيتم تكراره ومش شيء طبيعي ولا نقي؟ ما تيجي نرجع كده مع حضراتكم لتاريخ 14 يناير 2015، يعني من سنه واسبوعين ويومين بالتمام والكمال، ونقرا معاكم ما نشرته جريده التليجراف البريطانيه. هنلاقي انه كان في كاتبه اسمها كريستيانا اودون، دي كانت نشره مقال بتتحصر فيه على اليهود وعلى التضييق اللي بيتعرضوا ليه وعلى ماساتهم بعد هجوم شارلي ابدو. اودون بتقول انه رغم التفاف العالم كله لضحايا شارلي ابدو، الا ان اليهود مش قادرين يعبروا عن كارثتهم اللي بتحصلهم وينعوا ضحاياهم اللي اتقتلوا في متجر الاطعمه اليهودي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي استهدفت فرنسا، يعني مش بس اليهود. وبتقول علشان كده ممكن نفهم إن في استطلاع رأي بيقول مؤخرا إن حوالي 250,000 يهودي مش شايفين لنفسهم مستقبل في بريطانيا أو فرنسا، وبتضيف إن في حوالي 100,000 يهودي، أنا آسف، 250,000 يهودي مش شايفين لنفسهم مستقبل في فرنسا، وإن في حوالي 100,000 يهودي غادروا فرنسا في السنين اللي فاتت. ودون بتقول ان كل ده سببه ان اليهود مستهدفين بسبب ديانتهم بسبب مظهرهم الديني، ومش هيقدروا يمارسوا شعائرهم بحريه ويعلنوا عن نفسهم خاصه بعد شارلي ابدو. هذه الكاتبه بتقول ان المسيحيين مستهدفين ايضا بسبب مظهرهم الديني، وان المتطرفين الاسلاميين بيهددوا كل من سواهم في اكثر من بقعه في العالم. السؤال بقى دلوقتي، طب المسلمين يبقى وضعهم ايه؟ اذا كان دول مستهدفين بسبب ملابسهم الدينيه، ما المسلمين اللي بيطردوا بسبب النقاب او اللحيه او غيره يبقى ايه؟ يلا للمسلمين رب، لانه ما عندهمش صحافه بتعرف تدافع عنهم ولا تعرف تروج لهم بالشكل ده. عموما دي كانت حلقتنا النهارده من الصحافه اليوم، بكره ان شاء الله يكون لينا مع حضراتكم لقاء متجدد مع ابرز ما نشرته الصحافه المصريه والعربيه والعالميه. تصبحوا على خير.